بسم الله الرحمن الرحيم. أقول خاصة للشباب، وجه هذا النداء لهم من الرجال والنساء. أنتم الآن بدأتم تدركون مواجع الأمة ومواطن الضعف فيها، فأريد من كل واحد منكم أن يجتهد في أن يسد ثغرة من هذه الثغرات التي نعاني منها، أن يقوم بعمل يسهم في تقوية الأمة وتعزيز مكانتها، وأن نستغني بأبنائنا وبمنتجاتنا وما نعمل بأيدينا عن كل ما يأتينا من أعدائنا. هذا الواجب، بدل نجلس نتباكى أو نطعن بالآخرين وأن سبب بلائنا من الأمراء أو من العلماء أو من فلان أو علان. لا يا أخي، اسأل نفسك ماذا قدمت للأمة، ماذا فعلت لنصرة هذا الدين، ماذا سددت من الثغرات التي يحتاجها وطنك وأمتك. مع الأسف يا أخي، نحن يضرب بنا المثل في العالم، أعني العالم العربي، يضرب بنا المثل في العالم في التسيب وقلة الجدية في العمل وقلة الإنتاجية، شيء محزن. ثم نريد أن نكون مثل الدول المتقدمة وأن يكون عندنا أعتى الأسلحة وأن نقارع أعداءنا. لا يمكن يا أخي، سنن الله تأبى هذا. لا بد أن نعمل، لا بد أن نجتهد، وهذا قد يأخذ سنوات أو عقودا من الزمن، لكن لا تساوي شيئا في عمر الأمة. نعم. يجب أن نعمل بجد، وأن أن نكون أيضا النتائج التي ننتجها من خلال وظائفنا وأعمالنا الخاصة وغيرها تكون في محلها وبأقصى ما نستطيع من قدرات وإمكانات. بارك الله فيك فضيلة.